فكلامه كله في التوحيد والنهي عن الشرك. وهكذا علم الصحابة رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام حينما ردف معاذا على حماره عفير، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهو الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لابن عمي ابن عباس: يا غلام، وفي رواية: يا غليم، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. وقد علم صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم هذا الأمر، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وإلى إفراد عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. فأرسل عليا ابن أبي طالب ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فتعلم الصحابة منه ذلك، فعلموا التابعين ذلك. لذلك قال علي بن أبي طالب: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ انظر، تعلم من الرسول وعلم من بعده التوحيد، تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والعقيدة الصحيحة، فعلموا من بعدهم التوحيد والعقيدة الصحيحة. فقال: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، أو ولا تمثالا إلا طمسته. وكذلك عمر بن الخطاب حينما كان في خلافته أو قبل خلافته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطوف بالحجر الأسود، أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المهم كان يطوف بالحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. والحجر الأسود يا جماعة نزل من الجنة، نزل من الجنة، يعني من حجارة الجنة، مش من حجارة الشكينيبة أو الزريبة، من حجارة الجنة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: كان أشد بياضا من الثلج، وفي رواية: اللبن، أشد أبيض من اللبن والثلج، سودته خطايا أهل الشرك. حجر جميل من الجنة، أبيض، أبيض من اللبن، البقاء أسود، المشركين ديل بالشرك بتاعهم. فكيف الشرك ما يأثر على الواطة الآن؟ والبنزين يبقى ما في، والجاز ما في، ومن المصائب، ده كله سبب الشرك بالله. عشان كده انتوا كدعاة لما تتخرجوا، لو دار تغير المجتمع ركز على الكلام في العقيدة والكلام في التوحيد، هنا بتصلح المجتمع. لأنه الناس لو وحدوا آمنوا وحدوا، ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالناس لو وحدوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإنت داير الدنيا تصلح والاقتصاد يصلح والمسلمين يصلحوا والدين يصلح، أول شيء تتكلم في العقيدة وتدعو للتوحيد وتنهى عن الشرك، ما تمسك أي موضوع تاني من الدين قبل التوحيد وقبل النهي عن الشرك. أول حاجة التوحيد والنهي عن الشرك،
وفي بيتك مرات الواحد فيكم يكون أبوه شنو زول بيعبد له قبر ومبايع له شيخ وتابع له طريقة درويش طريقة فيه ولا ما في فيه صحيح أو تلقى زول مقرش تلقى يشيل قروش يمشي يوديها للشيخ الشيخ كمل قروش كلها فيه ولا ما في فيه أهذا نصلحه كيف أبوك ده أو أمك بتنادي الفقي ولما تعتر بتنادي بقناية دي تصلحها كيف أول شيء تكلمهم في العقيدة ما تمشي تناقش أبوك أمك في السبحة بدعة ما بدعة بدعة ما بدعة بدعة ما بدعة ده داعي فاشل وجاهل واحد من صافية طبعا الناس جاهلة صافية مش سكان صافية لا نحن نحترمهم سكان صافية لا نتكلم عن طائفة معينة ناس كده عاملين فيها متدينين عندهم منهج معين وطريق معين قال لي دورنا شكل بالعكاكيس في الجامع في شنو قال في السترة حسد عنده فهم ناس عباد في القبور ويعبد الشيوخ تقوى تناقش في السترة سنة مؤكدة ولا واجبة ولا سنة مستحبة ده ما فهم يا ناس ولا تناقش في سبحة بدعة ولا سنة لا انت تقبض في النجيض تناقش وتدعو ناس بيتكم أول حاجة تبدأ بهم وأنذر عشرتك الأقربين تبدأ لهم بالعقيدة إذا وحدوا ربنا وعقيدتهم صلحت صلاتهم بعد ذلك بتبقى سهلة بتصلح صيامهم بتصلح حجهم بتصلح بتابعوا السنة باقي السنة دي كلها بتطبقوها فالداعي النجيض يدعو إلى ما دعا إليه الرسل والأنبياء قلها قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والكلام في العقيدة والتوحيد دائر تفصيل يعني ما تجي للناس تقيم في الجامع أيها الناس وحدوا الله وأدركوا الشرك بالله هذا وصلى الله على نبينا وسلم وتمشي لا ده ما الموضوع موضوع أنه اعبدوا الله ده تفسره وعبادة غير الله يشرحها حجبات اللي بيلبسوها الناس شرك النبي عليه الصلاة والسلام قال الشرك تسرد لهم الأحاديث الأدلة والآيات دعاء غير الله الناس اللي بيمشوا القبة ويستغيثوا بالميت يتبركوا بالتراب ويعتقدوا فيه البركة والنفع والضر توريهم أنه الكلام ده شرك وتجيب الأدلة على الكلام ده فالتوحيد لابد فيه من شنو يا جماعة تفصيل ما يجوز شرعا إنك تتكلم في التوحيد بالعمومات ده توحيد الحزبيين ده ما توحيد رب العالمين توحيد الحزبيين اللي تتكلم بالعموم وإننا لن نتنازل عن هذه القضية قضية التوحيد وهي القضية الأساسية وينو هو وينو هو شنو ذاته فهمت أنت اللعبة اللي بيلعبوها كيف بيمسك الاسم بس الاسم توحيده هي القضية الكبرى وسنموت عليها وعليها نحيا وعليها نموت وعليها نعيش وعليها نلغى الله يا الله أكبر تكلم في التوحيد ما تكلم ولا تا توحيد ما قال لسه ما تكلم لازم تشرح التوحيد للناس فصلوا الشرك وشنو ذاته عنده قرون لا الشرك ده الزول اللي بيقول يا فلان تنجدني وتبزعني ده الشرك يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويتوكل والبلبس حجاب وده كله تفسر للناس وتخلص النية في ذلك الزول ما يدعو الناس إلى الدين أو إلى العقيدة عشان هو يبقى مشهور ويجيبوه في التلفزيون ويجيبوه في الجريدة وا 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 ومحاضرة يحضروها 2000 نفر لا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء فالنار النار النار تعلم الناس أول حاجة تعلم نفسك عشان تنجو من النار وتعلم الناس عشان المسلمين يستفيدوا ويحصل لهم الخير في الدنيا والآخرة وينجو من عذاب الله تكون نيتك شنو يا جماعة خالص لوجه الله حتى لو في زول ما عرفك ولا صوروك بالكاميرا دي ولا جابوك في اليوتيوب ما شرط يا جماعة ابن تيمية كان عنده يوتيوب ابن تيمية رحمه الله هل عنده يوتيوب ما عنده تعرفوه ولا ما تعرفوه أهو وصل كيف
عرفت؟ الصحابة أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم، هل كان عندهم يوتيوب أو كان في تليجرام بينشروا فيه مقاطع؟ ما في. الدين وصل كيف؟ أي بقعة في العالم، في العالم الإسلام ده وصل قبل ما يخترعوا النت ولا التلفزيون ولا الراديو ولا التسجيل. وصل كيف؟ الجماعة ده المخلصين. فالإنسان المخلص ربنا بيوصل دعوته، حتى لو في البداية ناس بصار دعوته بتصل. والإنسان المرائي والدائرة الدنيا، حتى لو بيجيب التلفزيون وفي غيره وفي غيره، دعوته بتموت. وده حاصل إلا من أهل البدع. واحد تلقى عنده مسجد عاملين له ب50 مليار، ما شفتوه؟ وغنى عالمية بيحضرها العالم كله، وجريدة وإذاعة وقنوات في أفريقيا كلها تلقاها عنده، لكن ما عنده فائدة، ما عنده ثمرة، لأنه مبتدع ضال مرائي مجرم. فالإنسان يخلص النية. ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.